أين هو يا ترى؟ يا إلهي، سأبحث عنه، لربما أن يكون هنا أو هناك. ها؟ نعم، هو لابد أنه الإمام علي عليه السلام. سأذهب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أصبغ. كيف أنت يا أمير المؤمنين؟ الحمد لله على كل حال. سيدي، ما لي أراك متفكرا تنكت في الأرض؟ رغبة منك فيها؟ لا والله، ما رغبت فيها ولا في الدنيا يوما قط، ولكني فكرت في مولود يكون من ظهر الحادي عشر من ولدي هو المهدي الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما، وتكون له غيبة وحيرة يضل فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون. ها سيدي، وكم تكون الحيرة والغيبة هذه؟ 6 أيام أو 6 أشهر أو 6 سنين. وإن هذا لك أن يا أمير المؤمنين؟ نعم، كما أنه مخلوق وأني لك بهذا الأمر يا أصبغ، أولئك خيار هذه الأمة مع أبرار هذه العترة. ثم ما يكون بعد ذلك يا أمير المؤمنين؟ ثم يفعل الله ما يشاء، فإن له بداءات وإرادات وغايات ونهايات.